مولاي صلي سين تاري على حبيبك خير الخلق كلهم يا خير من يمام العفون ساحته سعيا وفوق متون الأينوق الرسوم مولا دائما على حبيبك خير الخلق كلهم ومن هو الآيات الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ساريت من حرام ليلا إلى حرام كما سار البدر في داج من الظلام مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم وبالتدرج إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقدم مخدوم على خدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأنت تخترق السبع الطباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العالم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حتى إذا لم تدع شهوا لمستبق من الدنو ولا مرقا لمستنيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم خفضت كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العالم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
كله كيما تفوز بوصل أي مستتر عن العيون وسر أي مبتتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وحزت كل فخر غير مشترك وجزت كل مقام غير مزدحم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فجل مقدار ما وليت من رتب وعز إدراك ما أوليت من نعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه.